تنضم إلينا من القاهرة نرمين سعيد الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك سيدة نرمين معنا في هذه الساعة الإخبارية. يعني سيدة نرمين، بداية دعيني أسألك عن الهدف الحقيقي اليوم للاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب على قطاع غزة. يعني الاحتلال دفع كل الأثمان، أثمان باهظة جدا، إن كان سياسية عسكرية وحتى استراتيجية، ولم يحقق شيء حتى الآن. ما الذي يريده من دخوله إلى الجنوب بعد أن المفروض يعني قضى على حركة حماس في الشمال، ثم عاد اليوم إلى الشمال إلى مخيم جباليا وغيرها؟ صباح الخير على حضرتك يا فندم وعلى مشاهدين القاهرة الإخبارية. يعني هدف الاحتلال الاستراتيجي كان ولا يزال القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية. يعني أغلب التحاليل أو يعني تقريبا كل تحليلات تشير إلى أن إسرائيل حتى الآن لم تنجح في هذا الهدف، ولكن يبدو أن هناك وجهة نظر مغايرة من جانب تل أبيب ومن جانب واشنطن. التصريحات التي تخرج من الطرفين أو على الأقل من الطرف الإسرائيلي تشير إلى أن إسرائيل نجحت في تفكيك حوالي 18 كتيبة من أصل 24 كتيبة، وأن بقية الكتائب كانت متحصنة في رفح الفلسطينية. ولذلك كان يعني دخول إسرائيل إلى رفح الفلسطينية هدفا بالنسبة لحكومة نتنياهو، وحتى يحقق الهدف الاستراتيجي للحرب ويحقق النصر الذي كان يتحدث عنه. هذا ما يقوله يعني هذا ما يقوله سيدة نرمين نتنياهو، ولكن إلى أي مدى هذا حقيقي؟ يعني هذا يجانب الحقيقة بشكل كبير، لأنه حتى التقديرات الأمريكية تشير إلى أنه زي ما حضرتك أشرتي من شوية، أنه فكرة العودة إلى الشمال لملاحقة عناصر حماس إضافة إلى عناصر حماس الذين نجحوا في التحصن بداخل رفح الفلسطينية وتوجيه ضربات شديدة إلى الجانب الإسرائيلي تشير إلى أن إسرائيل حتى الآن فشلت في إطفاء هذه الحريقة، يعني الخاصة بوجود حركة حماس سواء في رفح الفلسطينية أو في قطاع غزة، وأن هذه الاستراتيجية سوف تستمر في الفشل، لأنه حتى لو تبقت كتيبة واحدة من كتائب حماس هذا يعني أن إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها الاستراتيجي، لأنه هذه الكتيبة قادرة على تكبيد إسرائيل خسائر، قادرة على شن هجمات، قادرة على تكرار ربما حتى بعد فترة طويلة عملية في نفس حجم أو أقل من حجم طوفان الأقصى. وبالتالي بقاء كتيبة واحدة حتى هو أمر مزعج لإسرائيل وأمر مزعج للولايات المتحدة، ويشير إلى أن هدف الحرب الاستراتيجي لم يتحقق. ويعني بالمناسبة الولايات المتحدة أيضا هي تستهدف القضاء على حماس بنفس القدر الذي تستهدف إسرائيل به القضاء على حماس، ولذلك يعني شاهدنا التحول في الموقف الأمريكي بعد الانتقادات التي تم توجيهها إلى إسرائيل على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن. تم تغيير أو تعديل التصريحات مرة أخرى في الدعم المطلق لإسرائيل في صيانة أو صيانة أمنها، ما قيل عنها أنه صيانة أمن إسرائيل، والهدف الأساسي لذلك هو القضاء على حركة حماس لأنه هدف أيضا بالنسبة لواشنطن. ولكن يعني أليس هناك قناعة اليوم سيدة نرمين، إن كان بالنسبة لإسرائيل أو حتى الإدارة الأمريكية، بأنه القضاء على حركة حماس نهائيا في قطاع غزة عن طريق يعني هذه الحرب هو أمر مستبعد، لأنه حتى الآن لم يتم تحقيق أي من الأهداف المرجوة، لا إن كان ربما القضاء على حماس ولا حتى إعادة المحتجزين؟ إذن ما الذي يريدونه حتى يعني يفهموا هذه المعادلة اليوم على الأرض؟ هو أمر ليس مستبعد، وأيضا يعني التكلفة عالية للغاية. يعني نحن اليوم نتحدث عن رهائن إسرائيليين يسقطون جراء القصف الإسرائيلي، وكانت هناك إشارات من حماس أو من المتحدث باسم كتائب القسام إلى أنه الاتصالات مع الحراس الذين يحمون الرهائن الموجودين في قطاع غزة تم يعني فقدان الاتصال بهم، وبالتالي التصرفات الإسرائيلية أيضا تضر بمسألة الرهائن. ولكن في نفس الوقت أنا أتصور أن الحرب في قطاع غزة وحتى العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تجاوزت مسألة الرجوع، يعني لم تعد هناك نقطة رجوع في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ولا في مدينة رفح الفلسطينية، وإيجاد نقطة رجوع هو أمر صعب للغاية لأنه يتطلب بشكل أساسي الرجوع للعملية السياسية والرجوع لمسألة المفاوضات، وإسرائيل تستبعد ذلك بشكل كبير لأنها تريد إخراج حماس من المشهد
وتريد يعني ان يكون الاداره ان تكون الاداره في قطاع غزه هي اداره مدنيه، وهو امر حتى الان لم تضع اسرائيل اي قواعد او اسس له، لانه لا يوجد اي طرف اقليمي يريد يعني التفاوض مع اسرائيل بخصوص هذه النقطه، وان يكون المواطنون يعني الفلسطينيون داخل غزه معزولون في هذا يعني الشريط الضيق داخل القطاع، وان لا تتمكن غزه مره اخرى من تشكيل هاجس امني بالنسبه لاسرائيل. نتنياهو بالامس يا سيده نرمين تحدث ربما عن نصر نهائي لاسرائيل، يعني عمليا ما الذي يعني هذا الكلام على الارض؟ هل القضاء على حماس هو الهدف النهائي الذي تريد اسرائيل، خاصه اذا وضعنا يعني بعين الاعتبار تصريحات الصادره عن مسؤولين امريكيين كما قالت بوليتيكو بانه لا نعتقد بانه استراتيجيه إسرائيل الحالية في قطاع غزة ستؤدي إلى هذا الهدف اللانهائي؟ يعني الهدف النهائي الذي تضعه إسرائيل يعني يمكن استنتاجه من الخطابات التي يلقي بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تكون في أغلبها يعني يعني استجداء التعاطف من الداخل الإسرائيلي من جانب وتهدئته من جانب آخر، خاصة أن العملية التي تم شنها في رفح قيل أنها كانت لأهداف سياسية ولم تكن لأهداف استراتيجية أو أهداف عسكرية، ولكن في نفس الوقت ما يحدث الآن هو التصريحات التي تخرج من جانب إسرائيل ومن جانب الولايات المتحدة، والتي خرجت من مستشار الأمن القومي الأمريكي بالأمس حينما طالب حماس بالعودة لمائدة المفاوضات في حالة من الانفصال عن الواقع، لأنه حماس بالأساس وافقت على المقترح المصري. يعني أنا أستشعر أن ذلك يعني يتضمن تلميحات أو ربما تأكيدات بأن الأطراف لا تريد العودة إلى المسار التفاوضي ولا تريد العودة إلى العملية السياسية، على الرغم من أن العملية السياسية تكسب إسرائيل أكثر مما تخسر، يعني على جانب ستكون قادرة على استعادة الرهائن من قطاع غزة، على جانب آخر لن تضر بعلاقتها إلى هذه الدرجة بالدول الإقليمية التي هي يعني إسرائيل لا تريد العودة إلى المفاوضات كما ذكرتي، لأن الهدف النهائي هو القضاء على حركة حماس، ولكن الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل من أجل إيقاف الحرب والعودة إلى هذه المفاوضات. لما هنا لا نرى بأنه هذا الضغط الأمريكي مجدي بالنسبة لإسرائيل؟ لما لا ترضخ إسرائيل لهذه التهديدات ربما إذا استطعنا القول الأمريكية يعني في محاولة منها العودة إلى المفاوضات وإيقاف الحرب؟ لأن الولايات المتحدة لا تمارس ضغطا حقيقيا، يعني هي بالأساس لا تمارس أو لا تضع الأوراق التي تمتلكها لتضغط على إسرائيل، وإنما الضغط يتم من إسرائيل على الولايات المتحدة، وهذا الذي شاهدناه في تراجع عن التصريحات. من ناحية أخرى حينما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة هو المقابل للتوصل لوقف إطلاق نار، هذا يعني فيه انقلاب على المسار التفاوضي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن المقترح المصري والذي كانت الولايات المتحدة جزءا منه ووافقت عليه كان يتضمن الإفراج المرحلي عن الرهائن مقابل إيقاف مقابل وقف إطلاق نار مرحلي أيضا، حتى تصل في النهاية إلى وقف إطلاق نار مستدام حسب المقترح المصري. فعندما ياتي الرئيس الامريكي اليوم ويعيد يعني يعيد الكره من اول وجديد ويقول ان وقف اطلاق النار امامه الافراج عن الرهائن مره واحده، هو تاكيد على ان الولايات المتحده انقلبت على مسار التفاوض، وانها يعني تدعم اسرائيل في عملياتها العسكريه في قطاع غزه او حتى في رفح الفلسطينيه، مع وجود اشارات اليوم على ان العمليه داخل رفح تتوسع بالفعل. بشكرك شكرا جزيلا سيدة نرمين سعيد الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على هذه الرؤية.